جئتكم اليوم أحدثكم عن حلم ودرب الأمل لا ينقطع هكذا رسم رجال العلم والسياسة والخير حلمهم الجميل لواقع أرادوه أكثر جمالا وبهاء حلم اجتمع عليه نخبة من أبناء حضرموت في كتلتهم البرلمانية حينما رأوا وعرفوا تلكم الإحصاءات والأرقام التي باتت تهدد محافظتهم أرقتهم أسئلة متى ننهض؟ كيف الخلاص؟ ومن سيحمل عبء هذا الحلم؟ حتى شع نور فإذا بالحلم يبدأ خطواته الأولى كان التواصل مع أبناء حضرموت في المهجر وكان على رجل منهم حمل في قلبه اسم حضرموت وحبها أن يكون سباقا لإيصال ذلك الحلم لإخوته من العوائل الحضرمية المشهود لها بالتجارة وحب الخير لأجل حضرموت الأم كان التشاور واللقاء وكانت الإجابة التعليم والتنمية البشرية نعم التعليم والتنمية البشرية فكانت مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية تأسست في العام 2006 وكان نطاق عملها محافظة حضرموت ثم امتد بعد ذلك إلى بعض المحافظات المجاورة كعدن وشبوة والمهرة وسقطرة كون لها مجلس مؤسسين من الداعمين الرسميين ومجلس أمناء يعنى بالقرارات والقضايا وإدارة تنفيذية تقوم بالمتابعة والتنفيذ وضعت لها الرؤية صيغت لها الرسالة فكانت الأهداف والبرامج جميعها تصب في التعليم والتنمية البشرية لهذه الأرض وأبنائها نعم تعددت البرامج في المؤسسة فكان منها قطاع التعليم العام حيث المدارس النموذجية والتي تمثل أنموذجاً للشراكة المجتمعية مع مكتبي وزارة التربية والتعليم بحضرموت وبرامج معاهد اللغة الإنجليزية وبرامج تأهيل للمعلمين والإداريين وتأهيلهم التعليم الجامعي حيث الابتعاث الداخلي والخارجي والبحث العلمي تسجيل براءة الاختراع دعماً لأفكار الشباب وابتكاراتهم قطاع بناء القدرات والتأهيل دعماً لمعاهد المهنية وكان منه برنامج الحياة وعمل ثم يتوج كل ذلك بحفل تكريمي تقيمه المؤسسة دعماً لهؤلاء المتفوقين والمبدعين من أبناء حضرموت نعم يا سادة اليوم مؤسسة حضرموت لديها ما يربو عن 2000 مبتعث في بقاع عدة في مختلف التخصصات وكافة المستويات نعم وها هم أبناء حضرموت اليوم يحملون ملفات تطلعاتهم العلمية بعد أن كانوا يوما ما يحملون ملفات الهجرة والاغتراب والبحث عن تأشيرات العمل اليوم هم متطلعون بتفوقهم في الولايات المتحدة الأمريكية هم اليوم طلاب إبداع في الجامعات الكندية هم اليوم طلاب ريادة في ماليزيا ها هم اليوم مبدعون في مصر وطلاب بحث علمي في المملكة العربية السعودية اليوم أبناء حضرموت قادة عمل طلابي في الجامعات اليمنية حق لنا يا سادة
أن نفخر بهذه البداية لأمل قادم لجيل قادم من أبناء حضرموت الأم. نعم، والهدف أن الثروة الحقيقية للأوطان هم الأبناء، وأن أقوى سلاح يستخدمه الأبناء لبناء أوطانهم هو سلاح العلم. Yes, the only thing and the only way that we have to improve and to develop our country is education, education, education. واليوم ابتسموا، ستنهض حضرموت وسينهض بها الأبناء ليعيدوا مجد أجدادهم. فلنبدأ خطوات التغيير معا، ولنضع أيدينا بأيدي بعض لتشرق شمس حضرموت بنور كواكبها، فالقادم أجمل بإذن الله.